في بيت لحم بالضفة الغربية، من يزور شارع النجمة سيلاحظ حتما تلك الحركة التجارية والسياحية غير المعهودة، حيث بقي مهجورا لسنوات طويلة بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية. احتفالات وأهازيج، رقصات، نغمات موسيقية، سوق مفتوحة وعشرات البائعين، إضافة إلى حشود من الزوار والسياح. ذلك هو المشهد في هذا الشارع الأثري المصنف أصلا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي. أجت فترة هاي الحارة كانت ميتة وكتير الاشي كان بزعل الصراحة، بس هلأ هيك لما بشوف انه اختاروا هاي الحارة حتى يرجعوا يحيوها عن طريق يعني بازار عيد الميلاد، فالاشي جدا هيك يعني برجع ذكريات الطفولة وبدخلنا بأجواء العيد. أهلا وسهلا بالجميع، يجوا يشجعوا يعني أولادهم، يجوا يتعرفوا بدل ما يضلوا معدين بعد التلفزيون وعلى السوشيال ميديا، يطلعوا يشوفوا الدنيا يعني حلوة كتير. أجواء احتفالية أعادت إلى الأذهان تلك الأيام التي لا تخلو من ذكريات جميلة، خاصة فترة أعياد الميلاد بما تحمله من معان ورمزية، سواء من خلال التسوق واكتشاف عدد من الصناعات اليدوية الجميلة أو الاستمتاع بتلك الطقوس السائدة والمرافقة للحدث. بدأت خلال فترة الكورونا يعني السنة الماضية شهر 8/2020، فكان شوي صعب الواحد إنه يروج لهيك منتجات. شاركت في سوق الميلاد في باب الدير، فأول مرة هو بيصير هون، يعني كتير في ناس، يعني في أجواء حلوة. والله الصراحة مشروع كتير حلو ومنيح، إن شاء الله هيك يعني الأجواء بتضل دائما، يعني مش بس فترة أعياد ينفتح الشارع ويرجع يحيو يمروا منه السواح زي ما كان في اتفاقية بسنة 2000 انه يرجع يمروا منه السواح. إذن بعد 20 سنة وطول انتظار، يحول شارع النجمة القديم المؤدي لكنيسة المهد، يحول من مكان مهجور إلى قصة نجاح حقيقية. فانتعش الفضاء الحياتي وعادت البسمة للسكان. وهنا لابد أن نتوقف عند القيمة التاريخية والأثرية للأماكن التي لا يمكن أن تندثر حتى ولو تناساها الإنسان.